بيكم مشاهدينا في كل مكان من محافظه الاسماعيليه وعلى شواطئ بحيره التمساح. بنشاهد مع حضراتكم يعني اقبال المواطنين اليوم على شواطئ الاسماعيليه مع ارتفاع درجات الحراره. ودول ب 20 تستقبل محافظه الاسماعيليه يوميا الالاف من المصطفين من كل المحافظات القريبه من الاسماعيليه للاستمتاع بجو الاسماعيليه المعتدل. زي ما حضراتكم شايفين معانا الاسماعيليه للاستمتاع بشواطئها. محافظه الاسماعيليه تستقبل يوميا الالاف من المواطنين والمصطفين من كل مكان. بتفتح الشواطئ ابوابها امام المصطفين من السابعه صباحا حتى السابعه مساء للاستمتاع بشواطئ الاسماعيليه وجو الاسماعيليه المعتدل يوميا خلال الموسم الصيفي. درجات الحرارة بترتفع نسبة الاعتدال على الشواطئ المحافظة الإسماعيلية وإيراد المحافظة خاصة مع موسم المانجو لكل أهالي الإسماعيلية ومحبي المانجو من كافة المحافظات. محبي المانجو الإسماعيلاوي بيحرصوا على زيارة الإسماعيلية خلال موسم المانجو لشراء ثمار المانجو من الأسواق وشراء الأسماك والمأكولات البحرية بالإضافة إلى الاستمتاع بشواطئ الإسماعيلية. خاصة محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة السياحة وإدارات الأندية والشواطئ العامة محافظة الإسماعيلية كافة سبل الراحة للمصطفين على الشواطئ وتوفير برامج ترفيهية لهم على مدار اليوم بداية من وصولهم إلى محافظة الإسماعيلية في تمام السابعة صباحا وحتى منتصف الليل بحفلات السيمفونية وفرق الفنون الشعبية على شواطئ الإسماعيلية. كمان بيتم تنظيم جولات بحرية ولانشات وبردلات للدخول إلى بحيرة التمساح والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالجولات البحرية على شواطئ محافظة الإسماعيلية. تضع شواطئ الإسماعيلية تعليمات للأمن والسلامة أمام المصطفين أثناء تواجدهم على الشواطئ خلال الأجهزة الصيفية، أهمها وضع العلامات الإرشادية لمنع تخطي الأماكن الأكثر عمقا داخل الشواطئ والخروج من المياه في تمام السابعة مساء قبل حلول فترة المساء، والالتزام بتعليمات طاقم الغطاسين على الشواطئ حرصا على سلامة المواطنين وبالأخص الأطفال. تحرص محافظة الإسماعيلية على تقديم يعني تخفيضات مستمرة على أسعار دخول الأندية والشواطئ والإعفاء والدخول المجاني بنسبة 100% لكبار السن وذوي الهمم من الأهالي، يسمح لهم بالدخول إلى كافة أندية وشواطئ المحافظة.
الأجهزة الصيفية، وتخفيضات يعني تتخطى 50% لأبناء محافظة الإسماعيلية والمقيمين بالمحافظة تشجيعا للسياحة الداخلية في محافظة الإسماعيلية. المقاعد الخاصة بالمصطفين خلال تواجدهم على شواطئ محافظة الإسماعيلية. وفي هذا التوقيت يعني بينتهي الصيادين من رحلات الصيد داخل المرجع الملاحي، وبينتظرهم المصطفين لشراء يعني ما خرج به من أسماك أو بندقي من القناة، وبيحرصوا على شراء الأسماك من الصيادين من يخرجوا من المجرى الملاحي أو من بحيرة التمساح، يحملون معهم الأسماك الطازجة وبأسعار يعني اقتصادية تناسب كافة الفئات. لذلك يعني الصيادين بيشهدوا حالة من المواطنين والمصطفين على شواطئ الإسماعيلية من شراء الأسماك الطازجة من بحيرة التمساح. خلال النصف ساعة القادمة يبدأ فريق الحفص بإطلاق سفرات الإنذار لحث المصطفين على الخروج من مياه البحر قبل فترة المساء، وينتشر فريق الغطاسين على طول الشاطئ للتأكد من خروج جميع المصطفين من المياه، وبالأخص الأطفال ومصاحبة الأطفال ويجنيهم خلال لحظات الخروج من المياه حرصا على سلامتهم منعا للسباحة ليلا بأعوام أبوية داخل بحيرة التمساح والشواطئ الإسماعيلية، ومنعا لحدوث أي حالات غرق بين المصطفين. انتبه مع حضراتكم جولة سريعة من ضمن شواطئ الإسماعيلية، موجودين معاكم من أحد الشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية والذي يشهد إقبال متواصل بين مواطنين وزوار الإسماعيلية من المحافظات الأخرى خلال الأجازة الصيفية. وحسب الإحصائيات يعني من إدارة السياحة للإسماعيلية تستقبل يوميا الآلاف من المواطنين لزيارة محافظة الإسماعيلية ودخول شواطئها وأنديتها للاستمتاع بجو الإسماعيلية المتميز وزيارة شواطئ وأندية المحافظة ومعالم المحافظة السياحية خلال الأجازة الصيفية.
نتمنى لكل زوار الإسماعيلية وكل أهالينا يعني أجازة سعيدة من داخل محافظة الإسماعيلية على شواطئها، الاستمتاع بكل يعني شكراً لكم مشاهدينا، بنشكركم على المتابعة، كنا معاكم في كل سريعة من الشواطئ الإسماعيلية، وبنشكركم على المشاهدة.